بما أنه هذه المدارس هي مدارس خاصة للشعب السرياني، لابد أن الطفل من حقه أن يتعلم بلغته الأم، وهذا هدفنا، وليس الهدف منها إشعال الفتنة أو إغلاق المدارس. لا، لا، نحن مع فتح المدارس، نحن ذهبنا لكي تبقى المدارس مفتوحة ولكي يتربى ويتعلم هذا الجيل بلغته الأم. في الحقيقة لا نحن ولا أي طرف يريد إغلاق المدارس أو الكنائس، بل نحن دائما داعمين لهذه المؤسسات الدينية التي نحترمها ونقدرها، لكن كل هدفنا هو اللغة السريانية، تطويرها وتعليمها لأبنائنا، هذا هو هدفنا. لكن هناك أطراف لا يروق لها أن يتعلم هذا الشعب بلغته الأم، أن ينال حقوقه الثقافية والسياسية وغيرها، يريدون إنهاء هذا الشعب. يعني هذه السياسات عانينا منها طويلا، لكن نحن كحزب اتحاد سرياني سنظل ونواصل النضال من أجل هذه الحقوق، وأمام هذه الإشكالية التي حصلت مع الكنائس نحن جاهزين للحوار معهم وللوصول إلى تفاهمات مشتركة فيما بيننا. نحن كمدارس ما زلنا نتعامل مع وجود دولة سورية قانونية، فشرعية مدارسنا هي من شرعية الدولة والحكومة السورية. هذا الشيء اللي ضايقنا، ليش عم يتصرفوا معنا بهذا الشكل؟ يعني ما لازم يصير بهذه الطريقة. إذا كانت هاي ديمقراطية وكما يدعون، فليدعوا كل إنسان على ما يريد، إلا إذا كان في خلفيات للأمر من هالموضوع. فهذا الشيء حقن الشارع وبشكل عفوي دون توجيه من الكنيسة ولا تبني منه، لكن الكنيسة لما شافت الشارع صار هيك جينا لحقنا وفتحنا الكنائس بشان لا يصير، بشان في حقن ديمان وبشان لا يقتتل أولاد السريان أو أولاد الكنيسة مع بعضهم البعض.